10 مليار و300 مليون دولار إجمالي التعهدات المالية التي رصدتها الدول المانحة لدعم المسار السياسي والاقتصادي في اليمن عقب أحداث فتنة الربيع العربي، غير أن الحكومة اليمنية ظلت عاجزة عن استيعاب المنح وفقا لوثيقة المساءلة المتبادلة، الأمر الذي أدى إلى تعليق المساعدات باستثناء ما تم صرفه بين من يزعم 4 مليار دولار وآخر 1 مليار و700 مليون فقط. للأسف الشديد أن كثير من المساعدات والمنح والقروض نسبة الاستيعاب منها أو ما تم صرفه وتنفيذه عمليا لا يتجاوز 33%، وهي نسبة متواضعة للغاية. هناك تحديات كبيرة لعل أبرزها ضعف كفاءة الحكومة في استخدام أو استيعاب هذه المساعدات والمنح، وأيضا الوضع الأمني المضطرب وغيرها من الأسباب المختلفة. ورشة برلمانيون ضد الفساد أكدت أن المنح المقدمة من الدول المانحة لليمن نادرة ما تكون مخصصة لتعزيز التنمية واستكمال البنية التحتية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإنما تهدف في الأساس لتعزيز استراتيجيتها وأطماعها ونفوذها وشراء الولاءات والقرارات المصيرية والسيطرة على التحكم في الشأن الداخلي ورسم سياسته وخارطته المستقبلية. البلد يعني تحولت إلى ملعب لتصفية الحسابات السياسية على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. يعني نحن يعني في منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد يعني نتوجه للفرقاء الشركاء الفرقاء في الحياة السياسية لكل الأطراف أنهم يغلبوا المصلحة الوطنية العليا على كل الارتباطات الإقليمية والدولية. نحن لا نستطيع نكران أن هناك ارتباطات دولية سواء إيديولوجية عقائدية سياسية. المشاركون دعوا الحكومة إلى سرعة تقديم مشاريعها وتصوراتها للمانحين للتسريع بضخ التعهدات المالية لشرايين الاقتصاد المنهك الذي يعيش مرحلة الموت السريري وإنقاذ البلد من الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني. الحال ليس اقتصادي اليوم، اليوم الحال السياسي، لأنه الجمود الذي تشهد الساحة اليمنية ناتج عن وضع مختل في البلد، لا توجد دولة قادرة على فعل أي شيء، دولة معطلة بكل معنى الكلمة. الورشة خرجت بمصفوفة عمل مقدمة للحكومة الحالية، أبرزها وضع استراتيجية للتعامل مع مشكلة الدين الخارجي وتطبيع العلاقات مع الدائنين وتخفيض عبئه واتخاذ سياسات احترازية لمكافحة الفساد وإصلاح قطاع الطاقة وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.